لنقاش ملف التربية والتعليم في العراق ينضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة القطرية الدوحة الأكاديمي المتخصص في شؤون التعليم سلوان العاني. أهلا بكم سيدي. أهلا وسهلا ومرحبا، تفضلي. أطلقت لجنة الخدمات والإعمار النيابية تحذيرات من أن جودة التعليم في العراق على وشك الانهيار، إلى أي مدى تظن أن الحكومة اتخذت إجراءات جادة لمواجهة انهيار جودة التعليم؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة جودة التعليم يعني بدأ هذا المصطلح بالمنتدى الاقتصادي العالمي من 2016. بدأت تبرز الدول اللي حوالي 137 دولة تتنافس على ما يسمى بجودة التعليم. بس من ذلك الوقت ولحد الآن، نحن راح ندخل في العام 2019، لا زال العراق ودول أخرى مثل سوريا خارج معايير الجودة في التعليم. فما أعرف هل هذا السؤال يوجه لمن؟ من هو المسؤول عن هذا الابتعاد أو التخلف عن جودة التعليم؟ أنا أعتقد أنه الجهة المعنية في هذا الجانب هي وزارتي التربية فيما يخص التعليم العام، ووزارة التعليم العالي فيما يخص الجامعات والتعليم العالي. ربما نتساءل أيضا عن أسباب انهيار التعليم في العراق، وإلى أي مدى يعد السبب المادي من الأسباب الرئيسية لعدم تطور قطاع التعليم في العراق؟ نعم، يعني طبعا السبب المادي او الجانب المادي هو مهم بالتاكيد، يعني ما يرصد من اموال من ميزانيه الدوله لهذا القطاع مهم، لكن شهد على سبيل المثال قطاع التربيه شهد رصد مبالغ وصرفت حسب ما يعني اضيعت البيانات والاحصائيات انه اكثر من 20 مليار دولار منذ احتلال العراق 2003 ولحد الآن، لكن لم نشهد سوى زيادة في المدارس الطينية ومدارس الكرفانات وتهديم مدارس الآية للسقوط وعدم بناء مكانها مدارس جديدة. فهذا طبعا تتحمل إدارة أو الأركان الوزارة أولا، وبالتالي المدراء التربية وإدارات التربية في المدارس وفي المحافظات أيضا هي مسؤولة عن هذا الاتجاه، التي يجب أن تكون لديها رؤية استراتيجية للتعليم، ليس فقط من جانب الأبنية إنما من جانب كل العملية التعليمية. باعتبار العراق من أكبر الدول من حيث احتياطي النفط في العالم، كيف تفسرون تجميد مشاريع إعادة بناء المدارس بعد هدمها بنية إعادة تهيئتها مجددا؟ حسب ما نسمع أنه تهدم هذه المدارس ولا تعاد بناها، حقيقة لا توجد رؤية واضحة من قبل الوزارة ولا من قبل الجامعة يعني وزارة التعليم العالي لبناء اولا المدارس فيما يخص التربيه وبناء الابنيه الجامعيه من الجانب الاخر. طبعا هذا قسم يعزى، لا توجد اي تقارير تنشر عن هذا الموضوع، يعزى طبعا الى ما يسمى بالفساد. لكنه لو توضح الوزاره ما هي اسبابها ولماذا لم يتم بناء مدارس، واحده من الاشياء اللي تميز المرحله السابقه حوالي 15 سنه لم تبنى مدارس، يعني حتى مدارس لم تبنى جديدة، إنما يعني هدمت مدارس، وهذا طبعا كله يؤدي إلى تهديم العملية التعليمية ونزولها إلى أدنى مستوى في تاريخ العراق. وربما مثال بسيط عن هذا الانهيار في المؤسسة التعليمية بالعراق ما قرأناه اليوم في نشراتنا الإخبارية عن متوسطة نور العلم للبنات في حي الجهاد ببغداد، التي قامت بتوزيع تعهدات خطية لتوقيعها من قبل أولياء الأمور تحملهم فيها مسؤولية سلامة أبنائهم في حال تهالك مبنى المدرسة. كيف تصف هذه الظاهرة وما دلالاتها على المستوى التعليمي للمدرسة العراقية والدولة العراقية على حد سواء؟ طبعا هذا يعني المدرسة هي من تمثل الوزارة، لو كانت الوزارة جادة في مشاريعها وفي بنائها وفي ما يرصد لها من مبالغ لبناء تعليم لما لجأت المدرسة إلى أسلوب
لأولياء الأمور. طبعا هذا يعتبر حقيقة يعني تراجع بالعملية التعليمية، وما شاهدنا هذا لا أيام الحصار ولا قبل الحصار ولا في العهود السابقة، سوى لم نرى سوى ما بعد الاحتلال. وهذا طبعا إحدى حصيلة الاحتلال اللي تركها في الجانب التعليمي، ولن تقوم قائمة للمؤسسات التعليمية والتنموية في البلد ما لم يكن لدينا تعليم يعني ينتبه إلى البناية أولا، ثم إلى المنهج ثانيا، ثم إلى المدرس والطالب وكل مرفقات العملية التعليمية. بمقارنة تخصيصات التعليم في موازنة 2019 مع تخصيصات دول الجوار والمنطقة، فإن تخصيصات العراق للتعليم ضعيفة جدا، في حين يتم تخصيص ربع الموازنة لحقيقة وزارتي الدفاع والداخلية. على ماذا يدل ذلك؟ يعني أجيبش مثل قبل ذلك، الهند تصرف من ميزانيتها 20% على التعليم، بينما العراق يصرف حوالي 1% من ميزانيته إلى التعليم والتربية والتعليم. طبعا هذا يعتبر لو في ظرف معين عندما تكون الدولة في حالة حرب، ممكن نقول أنه الدولة تقدم الجانب الأمني والدفاعي والداخلي على الجانب التعليمي، لكن ما هو العذر الآن؟ لا يوجد عذر. أعطيني شيء أنا أتباهى به عن مدارسنا وعن جامعاتنا. يعني الآن العالم يتباهى بنشر بحوث علمية ذات قاعدة معلومات دولية ملايين، ما أقول إيش آلاف ملايين، إنما من نجي نشوف العراق يعني متواضع بأرقامه، متواضع بإنتاجه، اعتراف العالمي في جامعاته لا تدخل رصيدها رصيد ما يتم بالنسبة لاختيار الجامعات المرموقة، مدارس كذلك. وهذه المدارس إذا لم نضع لها أساس صحيح سوف لن نبني تعليم عالي ولن نبني تنمية، لأنه الأساس خطأ، المدارس خطأ، ولا توجد مع الأسف رؤية استراتيجية لوزارة التربية لكي يعني ما أقول أنا يعني الجهة اللي نحن نعرفها وزارة التربية هي المسؤولة تحصيل حاصل. الأكاديمي المتخصص في شؤون التعليم سلوان العاني كنت معنا عبر الهاتف من العاصمة القطرية الدوحة.